كوتش شفنا اليوم تضامن بأول اثنين كورترز غير تضامن بالثاني اثنين كورترز. هلا شيء ريفلكس الشيء اللي كنا عم نسمع عنه بالأيام الماضية عن شوية مشاكل مادية فريق التضامن، فيك توضحنا شوي شو عم بصير؟ ريفلكس أول شيء الفريق ما إنه جاهز ما هو هلا يقدر يقوم الأربعين دقيقة مع فريق الأول. شغلة توقف التمرين اللي صارت بعد الفريق ما رجع على الفيتنس ليفل اللي هو بده يلعب هاي ليفل جيمز مثل هلا، والسكادجول تبعنا مش عم يسعفنا بأشياء، عم نلعب جيمات كثير قريبة من بعضها، ما عم نلحق نتمرن مثل ما لازم لحتى نقدر نأسس حالنا نرجع للمرحلة اللي جاية، عم نلعب جيمات قراب على بعض. إن شاء الله نقدر نستعمل الجيمات اللي جاية لحتى نتحول حالنا إن جيم شيب لحتى نرجع نلعب منيح بالدوري المجموعات اللي جاية بعدين. وبالنسبة لمشاكل المالية هو حليتوها يعني؟ المشاكل المالية موجودة بس الإدارة مشكورة عم تشتغل لتحل هالشيء، رئيس النادي رزق الله خليل ما عم بينام الليل والجهاز اللي حواليه عم يشتغلوا عم بيقدروا يعملوا اللي بيقدروا يعملوه، نحن متعاونين معهم للآخر، نحن بوزيتيف للآخر، نحن عم نلعب للقميص عم نلعب للنادي. النتيجة هيدي النادي ممنوع ما رح توقف وإن شاء الله قريبا بتبلش الحلول تبين. أوكي ثانك يو.